يسعدنا مشاهدينا تكون معنا الدكتورة فاطمة العبدلي، ناشطة سياسية وتنموية. بعد 12 سنة دكتور المفروض تبين كيكة نحتفل. المفروض أنا أجيب الكيكة. لا هي الدكتورة تجيب كيكة. صحيح المفروض أول شيء أمسيكم بالخير حياك الله ونبارك للمرأة الكويتية بهذا اليوم. ونترحم على شهيداتنا اللي فعلا قبل 27 سنة ما كان في فرق بين امرأة ورجل في الولاء للوطن والدفاع عن الوطن. صحيح. الكيكة نجيبها إذا فعلا أخذنا حقوقنا صج. يعني إحنا جبناها أول سنة. الكيكة هذه. كيكة ولا كيكة دواحية؟ لأن دكتورة خلت المرأة ما عندها دواوي. إذا خلت أتكلم وياك بشفافية وواقعية. يعني بعد 12 سنة يا دكتورة، وخلت أتكلم عن الوضع الحالي مو الوضع من بداية 12 سنة. حاليا عندنا فقط نائب او النائبة الفاضلة صفاء الهاشم فقط. فاللي قاعد تشوفينه انا كتقييمي كرجل، المرأة هل يهمها فعلا حقوقها السياسية ولا حقوقها المادية؟ خل نعطي مفهوم اوضح للحقوق. يعني المرأة لما تقولون نالت او عملت بالعمل السياسي من 12 سنة، لا، المرأة الكويتية تعمل بالعمل السياسي من بدايات الستينيات. يعني المرأة الكويتية كانت تدخل المحافل الدولية وتدافع عن حقوق الكويت وعن حقوق المرأة الكويتية من الستينيات والسبعينيات لما كانوا يطالبون بالحق. ممارسة الحق فعليا اخذتها من 16 مايو 2005. من 2005 الى اليوم خلونا نوقف ونقيم نشوف هل المرأة فعلا تدافع عن حقوقها كسياسة ولا حقوقها كحياة اجتماعية وعدالة اجتماعية وحقوق مادية. هو أي حق سياسي إذا لم يأتي إن كان للرجل أو للمرأة بعدالة اجتماعية فما منه فائدة. يعني السياسة اللي ما تصل للعدالة الاجتماعية وتطبيق الدستور بمواده 103 و184 مادة بعدالة بين الرجل والمرأة وبين جميع طبقات المجتمع، إذا هذا العمل السياسي منقوص. هي قاعد تأخذ عن طريق الرجل من الأصل. والمرأة الكويتية تصل إلى حقوقها عن طريق الرجل. عن طريق الحكومة. وهي سعيدة بهذا؟ لا، ما كانت سعيدة. يعني كانت سعيدة لأن الحلو بأن بالكويت ما عندنا الفقر اللي يحتاج لعمل سياسي. يعني في الدول الفقيرة فعلا العمل السياسي يأتي بالحقوق للمواطن. إحنا أخذنا حقوقنا من بداية الدستور، من بداية الدولة المدنية كفلكم. كفل للمرأة والرجل سواسية في جميع مواد الدستور. هناك عدالة ومساواة. صحيح. في الحقوق، أنا أتكلم في الحقوق المدنية، في التعليم اللي أهم شيء، والصحة والعمل، وبدأت المرأة في العمل تأخذ حقوقها كعمل، كدخولها قطاع العمل. لكن إذا أنا إلى مزيد من الحقوق، لا، الرجل يطق بريكات عند حقوق المرأة. يطق بريكات ريال كثير. يعني لولا وجود المرأة في مجلس الأمة، خلينا نقول عن طريق لجنة المرأة أو عن طريق وجود نائب يعني كنساء في المجلس، كثير من حقوق المرأة ما كانت توصل. يعني اليوم احنا نتكلم عن المرأة دخلت في البرلمان، طبعا مو بالطموح المطلوب ولا بالعدد المطلوب ولا بالأداء المطلوب ولا ما أعطوها فرصة حتى ان تؤدي دورها. صح، شو ما اعطوها فرصه؟ الانتخابات مفتوحه وموجوده مفتوحة للكل. صحيح. يعني انتم قلتوا في تقريركم او بالبدايه ان من اول انتخابات دخلت المراه. لا، مو من اول انتخابات، احنا في 2006 كنا اول انتخابات. بعدين 2008 ثاني انتخابات. ما حصلت المراه الحق فقط بالانتخاب وليس بالترشيح. ثالث مره اربع نساء اللي وصلوا المجلس. اوكي. وما اعطوهم فرصه، يا دوب اقل من سنتين او سنتين وشوي تم حل المجلس. ومن يومها إلى اليوم ما في فرصة كاملة للمجلس على أساس الرجل أو المرأة يعطون الأداء الصحيح أو يقومون بالدور الصحيح. فالمرأة ما أخذت حقوقها صح، وكان المجهر عليها مسلط بطريقة محاربة وبنفس الوقت مراقبة بصورة. يعني صح، محاربة ومراقبة، وهذا التعريف صحيح 100%. يعني محاربة بأن يشوفون بس الأشياء السلبية دائما. ما هناك تقدر. فئة صحيح كانت تمركز على دورها هذا. صحيح. والمشكلة ان اللي الصوت العالي اللي على السطح بالإعلام هو اللي وقف معظمه ضد المرأة، وهناك كثير من الصوت الهادي اللي ما يطلع بالإعلام، هذيلا لا، تلقاهم مع المرأة بس مو ماخذين فرصتهم الصحيحة للتعبير عن المرأة. وهذا الشيء ترى مو بس بالكويت. يعني إذا أنا اللي
أداء المرأة بالعالم كله. نعم. يعني في دول أخذت المرأة حقوقها من سنة 1893 في الدول الإسكندنافية، في الدول الأوروبية، وما زالت المرأة تعاني. تعاني بما معناه أن نسبة المرأة في برلمانات العالم كلها ما تزيد عن 23%، مع أن نسبة تعداد المرأة بالسكان عالميا فوق 52%. صحيح. يعني كفة المرأة أكثر في التعداد أكثر من الرجل في كل العالم. صحيح. والبرلمانات اللي أخذت المرأة حقوقها خلينا نقول من 100 سنة و50 سنة، وأحدى الدول القريبة منا يعني العربية المسلمة مصر، المرأة بالخمسينيات دخلت البرلمان، ولكن لما يحطون الكوتا يزيد عددهم بالمجلس. الكوتا يشيلونها، لأن الكوتا تدبير مؤقت تحطه الدولة حسب اتفاقيات دولية. نعم. تحطه مؤقت عشان تعطي حقوق الأقليات. نعم. أو الأقليات بالعدد. نعم. بالمجلس. نعم. أوكي؟ يعني مو بس عددهم بالسكان، لأن المرأة ما هي أقلية بالعدد بالسكان، ولكنها أقلية في المجلس أو في البرلمان. نعم. أو بالبرلمان. نعم. أو بالحكومات. يعني إحنا خنطالع حكومات أقلية، برلمانات أقلية، شركات CEOs رؤساء تنفيذيين. صحيح. أقلية بالتجارة، أقلية. نعم. بالجمعيات النفع. صحيح. العام بالكويت عندنا أكثر من 120 جمعية، يمكن 4 جمعيات بس نساء رئيسات مجلس الإدارة. أكثر. جمعيات التعاونية أكثر مربات منزل قاعدين بالبيت. لا مو صحيح. لا مو صحيح. لا لا مو صحيح. 66% من المسجلين في جامعة الكويت نساء. جميل دكتورة، أنا قبل ما أنتقل لسؤالي الآخر بسألك عن الباجة اللي أنت حاطتها. أي. الباجة لو تشوفينها مكتوب عليها نعم اللي هو صح للحق الدستوري، وهذه الباجة لبسناها بالتحديد في 8 مارس 2005. جميل. يوم الطردة الكبيرة من مجلس الأمة إذا تذكرون. طبعاً. يعني يمكن ما أدري تذكرين، أنت كنتي بالجامعة يمكن. الليلة الكبيرة. الليلة الكبيرة. يومها لأن لبسنا هذه الباجة إحنا كمجامع نسائية وشبابية. نعم. الشباب الرجال، كثير من الشباب الرجال وقفوا معنا في هذا. نعم. اليوم، وسمينا هذه الحملة الآن. يعني بما معناته حقوق المرأة الآن. احنا كنا في ذاك الوقت في لجنة قضايا المرأة اللي هي لجنة تضم جمعيات النفع العام. نعم. وعملنا هذه الباجة ولبسوها كثير من أعضاء مجلس الأمة أيضا المؤيدين لحقوق المرأة. نعم. الرجال. كان في 8 مارس 2005 اللي هو يوم المرأة العالمي. العالمي. صحيح. ودخلنا وإحنا لابسين هذه، طبعا منعوا يافطات أو أي شيء، هذه خلوها الدش، فالنواب مجلس الأمة أيضا لبسوها. لما كانت اتي الكاميرا زوم على عضو مجلس امه يتكلم ولابس هذه، كان الاخرين اللي ضد المراه طبعا بالصوت العالي يرفضون هذا الشيء. نعم. فالله يرحمه رئيس مجلس الامه الله يرحمه جاسم الخرافي. نعم. الله يرحمه يغفر له. مرتين عطى انذار. نعم. ان يا مؤيدين ويا معارضين هدوا. بين الصفوف فوق كنا اكثر من 2800 شخص تارسين القاعات كلها فوق. في ناس صفقوا، آخر أنذار الكل انطرد. أي. الكل انطرد من المجلس. ما تزمتوا تصفقون ليش؟ في بيننا ناس صفقوا. حماس خلاص، يعني حماس شوي. الشريطة تطلع. صحيح. الشريطة لها يعني معزة خاصة. قصة. نعم. يوم 16/5. نعم. اللي خذنا فيه الحق أيضا كنا لابسين هذه، وتنلبس إن شاء الله إلى نهاية العمر بإذن الله. حقش طول العمر إن شاء الله بإذن الله. الله. إحنا فاصل وراح نكمل مع الدكتورة فاطمة العبدلي الناشطة السياسية والتنموية. كملين حوارنا وذكرى نيل المرأة الكويتية حقوقها السياسية وضيفتنا الدكتورة فاطمة العبدلي. دكتورة، هناك من يرى أن الفترة هذه اللي طافت 12 عام لم تكن كافية لخنقول الحكم على دور المرأة السياسي الحقيقي، وممكن أنت قبل شوي ذكرتي نقطة مهمة أن حتى المجالس اللي دخلتها المرأة كانت قصيرة العمر، كانت يتم حل المجلس قبل إتمام ال4 سنوات، فهل أنت فعلا شايفة أن هذه الفترة ما كانت كافية؟ بالتأكيد ما كانت كافية بالمرة، وخاصة في الفترة الأخيرة كل سنتين عندنا حل، كل 3 سنين عندنا حل. نعم. سنة حل، حتى الرجل اللي هو جديد على السياسة وداخل مجلس الأمة يعني مو من تاريخ. نعم. طويل. نعم. حتى الشباب قاعدين ينظلمون وما قاعدين يتدربون، لأنه هو الإنسان لما يدخل المجلس في بداياته يكون حافظ مواد الدستور. بعدين يبدأ يحفظ اللائحة،
بعدين يبدا يشوف عمل مو الاحزاب، خلينا نقول الفرق او القوى اللي موجوده داخل المجلس، بعدين يبدا يفهم لغه الحوار مع الاخر، بعدين يبدا يفهم سياسات اللي برا المجلس تنطبق فيها القوانين وفي اللجان اللي تنطبخ فيها المشاريع. الحين بدأ الجانب التنموي مالك، قاعد تلاحظين التسلسل. اي طبعا. فلما ما يكون الانسان مطبق في فتره زمنيه معينه اللي راسم له، بعد كم شهر مره ثانيه بيحط ميزانيه وبيسوي حمله انتخابيه ان كانت امراه او كان رجل. نعم. فما بالك لما يكون الموضوع على المراه اللي توها داخل السياسه، وخاصه النساء اللي رشحوا نفسهم يمكن خلينا نقول نصهم كان لهم دور في العمل السياسي. نعم. وتجارب في النضال السياسي. وأسماء معروفة بالمجتمع. أما الجزء الآخر كلهم كانوا جدد. فما نتوقع أنه والله تقدر تجيب أصوات، هي دوب تتعرف على كم دوانية في منطقتها. صحيح. فشلون تدخل باجي الدواوين، وشلون تعرف القضايا، وين تقدر تروح مع النواب السابقين تأخذ يعني معاهم لقاءات أو خلينا نقول مساهمات عشان شنو المطلوب؟ دورها. المطلوب أنا أشوف ترى لو بسوي مربع تنموي، هم العادة يقولون مثلث تنموي، أنا أقول لا، في عملية المرأة مربع تنموي، لأن جزء يدخل في دور الحكومة أول زاوية، وزاوية المجلس، أن المجلس يكون عنده مشروعات قوانين أو اقتراحات قوانين، وزاوية على المجتمع، ثقافة الأهل، ثقافة الإعلام، ثقافة المدارس، ثقافة الجامعة، وزاوية على المرأة نفسها. فالأربعة المفروض يتعاونون على أساس يرفعون من دور المرأة التنموي السياسي أو الاجتماعي. المرأة تحتاج دعم، برامج لزيادة ثقة المجتمع فيها. من يوم خذينا الحق اللي هو من 2005 إلى اليوم ما في برنامج حكومي منظم استراتيجي لتدريب المرأة وتمكينها. في حملات تطلع، في برامج تطلع، مسؤوليه نسائية. منو هذه؟ طبعا الجمعيات يدخلون في المجتمع، يعني الجانب الجمعيات النفع العام يدخلون في المجتمع، طبعا دورهم قل كثير من 2005 الى اليوم. اذا احنا بنتابع دور جمعيات النفع العام النسائيه والمهنيه، الكل دوره اقل كانوا من قبل. معانا من يومين بالضبط، وجهنا لهم هذا الكلام، وايد دور الجمعيات النفع العام قل، دور المراه نفسها الناشطات قل، دور الدولة شبه. ليش هذا الإحباط؟ عام، جو عام. أنا أشوف حتى الشباب ترى، يعني اليوم أنا بتكلم، الإحباط اللي حايش المجتمع الكويتي والشباب الكويتي والمرأة الكويتية هو عدم تقدير الكفاءة بالكويت. يعني الكفاءة ما نتكلم عنها بس مجلس الأمة، إحنا نتكلم عن الكفاءة كمرأة أو كرجل كشاب، ككفاءة وطنية، إن ما في لهم خلينا نقول تقدير. هذا مبالغ فيه دكتورة. لا، ليش دكتورة؟ مو مبالغ فيه. إذا جينا الحين اليوم عملنا ستاتستيك وشفنا من هي الكفاءات اللي ماسكة القيادة في البلد، هل ستجد الأفضل؟ إن كان في الصحة، إن كان في التعليم، إن كان في جمعيات نفع العام، إن كان في جمعيات التعاونية، إن كان في المجتمع، إن كان في الإعلام، في العالم كله لن تجدين الأفضل موجود في بالضبط. بس أنت لما تكون في دولة صغيرة يبين، لما تكون في دولة كبيرة ربما بعض المشاكل تذوب، يكون القوي يبين. أما بالكويت لأن دولة صغيرة فمشاكلنا مركزة، إحباطنا مركز، يعني وزير يشتكي، وكيل يشتكي، ناظر يشتكي، دكتور بالجامعة يشتكي، طبيب يشتكي، مرأة بالبيت تشتكي، الشاب بالشارع توه طالع، شاب عمره 24 طالع من الجامعة يشتكي. انت ما شفت للحين ضيم العمل ولا شفت ضيم الترقيات. توك تقول يا هادي. الكل يشتكي. فاصبح ثقافه الشكوى هذه والتذمر والتحلطم هي سمه المجتمع. عشان كذي انا واحده من الناس اللي قررت اوقف بعيد شوي واشتغل تنمويا. ايش سويتي؟ يعني كثير من